بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 18/11/2020 بمحاضرة الشابتر الرابع من مادة السي اس 210، وهي مادة الأوبجكت أورينتد بروجرامينج إن بايثون. والموضوع المحاضرة أو موضوع الشابتر بشكل عام هو الستاندرد لايبرز. الستاندرد لايبرز أخذنا عنهم مقدمة بسيطة 5 دقائق المرة الماضية، هم النمباي، المات بلوت، الساينس باي، والبانداس. بلشنا بالنمباي. النمباي بتخدم جماعة الرياضيات بكل حركات الأري، المصفوفات وغيرها. فراح نغطي طبعا كل هاي الدروس اللي موجودة بالنمباي. طبعا النمباي بدك تصور إنها أكبر من هيك، بس إحنا راح نغطي الدروس اللي بتفيدنا وبتفيد مدرسين الرياضيات اللي بدرسوا الرياضيات ودكاترة الرياضيات اللي بدرسوا الرياضيات. هي اختصار لنيوميريكال بايثون لايبراري. النيوميريكال تابع للأرقام والتحليل الرياضي والماتريكس. حكينا المرة الماضية، حكينا إنه إذا كان عندنا المصفوفة A والمصفوفة B، والمصفوفة A فيها 5 عناصر وB فيها 5 عناصر، لو رحنا جمعناهم جمع عادي بلس بروح بيعمل لهم أبند. كمان مرة نرجع، لأنه مالك بده نرجع للجزء هذا. نلاحظ إنه العناصر هذول تم إضافتهم بالخلف، عناصر المجموعة B بعد العناصر المجموعة A، وهذا إشي خاطئ في علم الرياضيات. علم الرياضيات بيحكي لك العنصر الأول اجمعه مع العنصر الأول واعطيني النتيجة 4، 1+3=4. طب كيف بنعمل هذا الإشي؟ إنه إحنا بنروح بنعرفهم كنمباي. طبعا هو حليناها إحنا المرة الماضية، بس بتطبقها أنت التمرين. فلما بدك تعرف إيه، احكي له بدي إيه نمباي دوت الرينج. بعد أنت ما تعمل إمبورت للنمباي، بتصير هي مصفوفة، والمصفوفة هاي فيها صف 1 و5 أعمدة. الآن لو رحت مثلاً بي فيها 2 و5 أعمدة، لو حكيت له بدي أنا الشيب بتاعها، بحكي لك هي 2 و5. اطبع لي البي شيب، بطبع لك 2 و5. اطبع لي 1 و2، يعني روح لي على الصف 1. هذا الصف 1 للعلم، هذا هو الصف 1، لأنه هذاك الصف 0. هذا هو الصف 1. وطبع لي العنصر الثاني 012، هذا العنصر الثاني اللي هو رقم 3. فبيجي بطبعها، يعني الاندكس من 0، يعني بذكرنا انه الاندكس من 0، وهي شيء احنا بنعرفه، شيء بديهي من زمان بنعرفه بالكمبيوتر. الان A زائد B لما يكونوا A و B هم عبارة عن A range من ضمن النمباي، فبيعرف انهم هم مصفوفات قابلات للجمع. صحيح، بيجمع الواحد مع الثلاث وبيجمعها 4، الثلاثة مع الخمسة وبيجمعها 8، وهكذا. اعطيه التايب، بقول لك هم عبارة عن عناصر انتجر. أعطيه الشيب، بقول لك هم 5 مثلا، المصفوفة سي، بقول لك هي 5 أعمدة وصف 1. الآن نلاحظ المصفوفة هاي، وهي طبقناها وحاولنا نبرمج أصلا طبيعتها، وما قدرنا نبرمج يعني بشكل متميز عملية طباعتها، إنه مصفوفة من 3 صفوف و3 أعمدة. عرفها أول شيء عادي، طبعها ما طلعت مطبوعة بالشكل هذا. بعدين رد راح طبعها بعد ما حولها الى A range، الى array numby dot array f، فعمل لها convert وطبعها بصف ب3 صفوف و3 أعمدة. ال D type بيقول لك انهم ارقام انتجر. الان M مثال ثاني. M هي عبارة عن array فيها 2 وعمودين. لاحظ هذا الصف الاول والصف الثاني. لو حكينا له ال print shape بتاعها، ال M dot shape، بقول لك هي 2 وعمودين. طب برنت الدي تايب بيحكي لك هم انتجرز، الارقام الموجودات انتجرز. ممتاز، لغايه الان يعني ما جبناش شيء جديد، كله مغطى بسلايدات الشابتر الماضي، بس تذكير لانه طلب مالك نعيدهم. هاي 3 صفوف و3 أعمدة، اطبعهم من طبعه، روح اطبع لي الاي 0. مين هي الاي 0؟ اللي هو يعني الصف 0، هذا 1 2 3. الاي 0 يعني اطبع لي الصف الاول، هاي طبع الصف الاول. اطبع لي من الصف الثاني العنصر الثالث، هذا هو طبع 9. اطبع لي من الصف الثاني من 1 إلى 3، يعني 1 و2، يعني العنصر الثاني والثالث، مين هم؟ 6 و9، راح يطبع 6 و9. اطبع لي من كل الصفوف، هيك من كل الصفوف، نتذكرها هاي، من إلى، من كل الصفوف، اطبع لي العنصر رقم 2، 1 يعني 2، يعني راح يطبع 2 و6 و4. هاي 2 و6 و4، طبعا اللي بالنص، هاي هون هو مبينهن، طبعا اللي بالنص، لانه بقول لك من كل الصفوف، هذا الصف الاول والثاني والثالث، اطبع لي العنصر رقم 2، 2 2.
طيب غير لي هون، غير لي قيمة، أسند قيمة جديدة، خلينا نجيب الانوتيشن هذول فوق كلهم، غير لي القيمة اللي هي موجودة بالصف الثاني بالعنصر الثالث. هذا الصف الثاني هيو، العنصر الثالث هيو، غيروا إلى سبعة، هاي غيروا إلى سبعة، اطبعهم نلاقي تغير إلى سبعة. فهو بيحكي حركات يعني التغيير وحركات الطباعة بنقدر إحنا نتحكم فيها من خلال الاندكسينج، هذا اندكسينج الرينج. هون من خلال الاندكسينج كمان كل الصفوف بلش غير لي العنصر الأول، هذا العنصر الأول، مين هو العنصر الأول؟ هذا وهذا وهذا، يعني الواحد واثنين والثلاثة واثنين، غيرهم إلى تسعة، إلى صفر وتسعة وخمسة، هاي غيرهم إلى صفر وتسعة وخمسة. فإحنا لاحظ هاي كلية الخدمات موجودة بالنمبر، ما كانت موجودة معنا زمان. نيجي لللاين سبيس، بعد ما نعطي الدرس اللاين سبيس بدنا نأخذ منكم أسئلة، ضروري تفهموا اللاين سبيس كيف بيشتغل. الآن اللاين سبيس من اثنين إلى أربعة، من اثنين إلى أربعة، نطلع عليهم من اثنين إلى أربعة وين هم؟ هذا الرقم اثنين، وهذا الرقم ثلاث، وهذا الرقم أربعة، مسطرة، تصور إنها مسطرة، قسم لي إياهم إلى أربع قطع من اثنين إلى ثلاث. نلاحظ القانون، القانون أربعة استوب، أربعة هاي أربعة الاستوب، ناقص من وين بلشنا اثنين، أربعة ناقص اثنين اثنين، اثنين هاي بتعطينا نتيجة اثنين، على عدد القطع الانترفل اللي هي خمسة، خمسة ناقص واحد أربعة، قديش راح تكون القفزة؟ نص، اثنين اثنين ونص، ثلاث ثلاث ونص، أربعة. فإذا اللاين سبيس مبنية على هاي القاعدة، إنه وين وقفت، من وين بديت، الستوب ناقص الستارت، والانترفل ناقص واحد، الانترفل ناقص واحد بيطلع لنا عدد القطع، كم قطعة راح يطلع؟ أربع قطع، هاي قطعة هاي قطعة هاي قطعة وهاي قطعة، من نفهمها لأنه بعد شوية إحنا ما بنقدر نعرف النتائج، بدنا نفهم كيف بدنا. طيب مباشرة أنا بدي أخذ منكم أسئلة واستفسارات على اللاين سبيس، إحنا نقدمهم الخدمة درس الرياضيات. فاللاين سبيس أخذناها، بعديها في عندنا، شو في عندنا؟ هاي هون بطبع القطع، اللوج سبيس. اللوج سبيس طبعا هم كمان الرياضيات الرياضيين بيستخدموها، مدرسين الرياضيات بيستخدموا اللوج سبيس. اللوج سبيس الأرقام اللي طلعت معنا هون اللي هي 2 و2.5 و3 و3.5 بتكون 10 أس 2، 10 أس 2.5، 10 أس 3، 10 أس 3.5، 10 أس 4، 10 أس 3 مثلا 1000، أما 10 أس 3.5 إحنا ما نعرفهاش، هذا الرقم اللي هو 3162 فاصل مش عارف كيف، ما بدنا نعرف الأوتبوت. بنقول له أنت بدك اللوج، ماشي بدك لوج الأرقام هذول، طبعا بيستخدموها، بدك تقول لي أنت كيف بيستخدموها، بدك تروح على الرياضة تعرف كيف بيستخدموها اللوج سبيس. اللوج سبيس بدل اللاين سبيس، الأرقام اللي طلعت معنا باللاين سبيس برفعها أسس بتصير للعشرة. لو كمان أزيدك من البيت شعر، في عندك العدد النايبيري، في بعض الدروس الرياضية بتستخدم العدد النايبيري. العدد النايبيري هو 2.71 والرقم هذا 2.718 بالألف والرقم هذا. طيب شو علاقته باللاين سبيس؟ لأن الأرقام اللي ظهرت هون معنا 2، العدد هذا اللي هو 2.71 العدد النايبيري، أس 2 بيطلع 7، أس 2.5 بيطلع 12 وهكذا. فلاحظ هاي الأرقام اللي ظهرت معنا إحنا مش فهمانينها، بس هم جماعة الرياضيات بدهم إياها. طب كيف بدنا نعمل العدد النايبيري أس الأرقام هاي من 2 ل 4؟ بدنا أربع أرقام اللي هم 2 2.5 ويكونوا مرفوعات، هن أسس العدد النايبيري، بيز، البيز قاعد أنا بقول له القاعدة، إحنا أسس، إحنا أسس للعدد النايبيري الاي، محجوز نم باي دوت اي، لاحظ محجوز كمان باللايبرري نم باي دوت اي بيجيب لك العدد النايبيري. فالان يعني اني اجيب لك اوتبوت على هذا السؤال، ما راح اجيب لك اوتبوت على هذا السؤال، والله شو الاوتبوت اللي بيظهر من هون اصلا؟ لا انا ولا انت بنفهم شو الاوتبوت اللي من هون، بدنا نروح على جامعة الرياضيات حتى يفهمون الرقم. بس واضح انه هو الرقم هذا، هو الارقام هذولا اللي هن تبعات اللاين سبيس اللي قبل شوي، لاين سبيس بدون العدد النايبيري، هذول الأرقام. نعمل تفريغ للكونسول، الأرقام هذول اللي هم 2 صار الواحد وسبعة بالعشرة، خلنا نجيبوا الرقم هذا النايبيري،
الواحد وسبعة بالعشرة، هذا العدد النابيري هون نوضعه. العدد النابيري الواحد اثنين وواحد وسبعين بالمية أس اثنين، أس اثنين ونص. لاحظ أس اثنين يعني بيطلع سبعة وشي، أس اثنين ونص بيطلع 13، أس ثلاث بيطلع 20، أس أربعة ثلاث ونص بيطلع 33 وهكذا. هذا على أساس إنه إحنا بنعرف شو هم الأرقام اللي بيطلعوا، لكن لو حكيت لك أنا بدي من صفر لواحد وبدي 500 رقم، 500 رقم، وهذول 500 رقم بدي ترفع لي إياهم للعدد النابيري، الآن أنا ما راح أفهم لا أنا ولا أنتو شو الأرقام اللي قاعدة بتظهر معنا هون. فهون هون بدي نحكي له من صفر لواحد وبدنا 500 رقم للبيس تبع العدد النابيري. طبعا هاي الأري اللي ظهرت معنا هون بأخذوها جماعة الرياضيات وبيشتغلوا عليها شغل بمعادلاتهم، بودوها على فنكشنات. وموضوعنا بما انه احنا معنيين انه نقدم بهاي الوحدة للرياضيين تطبيقات كثيرة، فالنمبا هي قدمت لنا مثلا هون بيحكي لك في فانكشن اسمه اي رينج. الاي رينج تقريبا تصور انها عملة لوجهين، الوجه الاول اللاين سبيس، الوجه الاول لاين سبيس بيقسم من الى بقطع متساويه، لكن انا اذا عرفت الفتره المتساويه، والله الفتره المتساويه كل اثنين بقفز، بدي استخدم الاي رينج. بتقول لي طب ليش انا تمني اروح اقسم على اللاين سبيس؟ لا، بروح بقسم على الاي رينج. الاي رينج سووه كمان، برمجوا واحد من المبرمجين زي عبد الله مثلا، راح برمجوا واضافوا على النمباي من صفر لعشره، اقفز لي قفزة 1 2 3 4، واحنا بنعرف انه الاخير اشي ما بدخل بالرينج بالبايثون. فلو كنا بدنا ل 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وقف عند 9 لانه اخر رينج 10. طيب الرينج شو بيعمل؟ بيقفز 1 2 3. لو قلنا له 2 راح يقفز 0 2 4 6 8 ووقف، لانه عند ال 10 راح يوقف. قفز اللي بعديها 10 وال 10 مش داخله. طب لو حكينا انه بدنا احنا من 0 ل 10 بنقول لغايه 11، من 0 ل 11 وقفز لنا 1 2 3. طيب رد رجع طبق على اللاين سبيس من 0 ل 10 وعمل لي 24 قطعه، هاي 1 2 3 4 4 في كذا 24 قطعه. الان من 0 ل 10 وعمل لي 9 قطع، وهن القطع راح يكون من البي اس للعدد النابيري، البيس تبعهم العدد النابيري. لاحظ العدد النابيري 2.71% أس 0 1، أول رقم أعطانا 1 لأنه أي شيء أس 0 1. الآن الرقم الثاني 2 وكذا أس طبعا مش 1 1 وإشي، طلع عندنا 3 وهكذا. الدياجونال بعد ما عرفنا الإيرينج، الدياجونال في عندهم كمان بضرب المصفوفات وقسمة المصفوفات، في مصفوفات بيكونوا هم محتاجينها يدخلوها بالضرب وجمع المصفوفات. الآن هاي المصفوفات بدهم إياها تكون جاهزة مشان يدخلوها بالديترمينانت بالمحدد بالإنفرت تبع المصفوفة مش عارف إيش بالتكامل للمصفوفة للأرقام اللي بالمصفوفة. فأول خدمة اللي هي الدياجونال، دياج من دياجونال قطري 1 2 3. فلو أخذناها وطبقناها اكيد احنا عارفين النتيجه تبعتها، يعني ما فيش داعي نخش بتفاصيلها. اي هون بدي افضل كونسول دياجونال 1 2 3 قطري. طيب بدي و 4 و 5 قطري، بعطيني 4 و 5 قطري. طيب الدياجونال فهمناها. شو كمان؟ الزيروز، هاي زيروز بدي انا البي، وهون عامل بي بدي تطبع لي البي اللي هي زيروز، زيروز بدي البي زيروز وزيروز تطبع لي مصفوفة. هون المصفوفة الزيروز تنطبق بس على وكأنه الزيروز هاي المحايدة للجمع بدهم إياها زيروز بس، بدناش زيروز وزيروز. خلينا المفروض إنه يعطينا زيروز وزيروز. بدي أنا صف واحد في خمس أصفار، هاي صف واحد في خمس أصفار.
طب بدي مصفوفة خمس أعمدة وخمس أسطر وكلهن أصفار، مش خمسة وخمسة، راح يعطيني إيرور الأوتبوت. فبدكم تطبقوا إذا كل أمر وتشوفوا أبعاده. طب شو الحل؟ الحل بحكي لك هيك تماما نفس الإشي، فهي أعطانا خمس صفوف وخمس أعمدة زيروز. طب شو كمان ونز؟ هاي أنا بدي ونز، وحدات مشان عملية الضرب ونز، وهاي بدي هون أنا خمس وخمس ونز. طبعا لو قمنا القوس أتوقع ما راح تزبط، راح يضرب. أيوة فبده هون قوسين دبل الأقواس هاي دبل حتى يشتغل ونز وزيروز. هيك هم مبرمجينها. الآن بيحكي لك راح يظهر، لاحظ ظهر عندنا واحد فلوت فلوت فلوت. طيب بدي اياهم انا مشان هيك، ترى مشان هيك هو بقيه الاوبشنز احنا مش داخلات معنا، بدي اياهم انا الانتجرز يكونوا. ايوه هسه فهمت ليش القوس موجود هاي الفتره، وهون بقيه الاوبشنز مش موجوده، اختياري انك تستخدمهم. والله انا بدي اياهم ارقام انتجر، ما بدي اياهم ارقام فلوت. طبعا لاحظوا انا حصلت على معادله، بدي اروح احكي له بدي البي كيف بدي احكي له هيك دقيقه، البي واحد فاصله اثنين ويساوي تسعه وسبعه بالعشره، واحكي له برنت بي. هاي برنت بي، ايوه انتبهوا لهاي، خليني اعمل انا هون، انتبهوا لهاي مهمة جدا. هاي هون بدي احكي له اطبعهن اول شيء الكو ونشوف الاوتبوت. هاي النيو لاين هيك، وهاي ران. شو اللي صار؟ مين بيحكي لي شو الخلل اللي صار؟ الخلل اللي صار انه لما تكون فصرنا ان الان هون بيحكي ايرينج خمسة. ايرينج خمسة شو يعني؟ يعني في اوبشنات حذفها. هاي خلينا نشوف شو الاوبشنات اللي حذفها، حذف من وين راح نبلش اصلا. هاي في ايرينج خمسة، احنا المفروض نقول له من صفر لخمسة وقفز لي واحدات. هاي من صفر لخمسة وقفز لي واحدات، بس بيقول لك يعني انت بصير تقيم من وين راح يبلش، راح يبلش من صفر، وقديش الفترة الديفولت واحد، صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة. لكن لو حكيت له انا بدي من واحد الى وقفز نص، هنا انا حددت له من وين، من واحد مش من صفر لغايه خمسه، يعني لعند اربعه وقفز الانصاص، واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص وهكذا، اقفز لي ثلاثه بالعشره، اقفز لي زيرو واحد زيرو اثنين. واو ارقام، فاحنا قاعدين بنولد اري بالاي رينج كمان زي ما ولدنا بس الاري اللي بالاي رينج انا قاعد بقول له قديش القفز هناك، قاعد بقول له قسم لي اياها الى 500 قسم، بس مش عارف قديش كل قسم يساوي. فهون بحكي انا اللاين سبيس والاي رينج هم عملي ذات وجهين. اذا انا بعرف القطعه قديش طولها بستخدم الاي رينج، اذا بعرفش قديش طولها وبدي اقسم المسافه من الى 500 قطعه بحكي له على اللاين سبيس بشتغل لك اياها. لكن هو بيقول لي لا انا بدي تقسم لي بين الواحد والخمسه قطع متساويه طول كل قطعه 2%، بقول له على الاي رينج. بيقول لي لا انا بدي تقسم لي بين الواحد والخمسه 500 قطعه، بقول له على اللاين سبيس. فلاحظوا الفانكشنات مبنيات على اساس ياخذوا من جماعه الرياضيات، ما يتغلبوا، نجاوبهم على كل اسئلتهم، نولد لهم الاري اللي بدهم اياها. طيب هاي هون بيحكي 9 و7 بالعشره حولها الى فلوت، طبقناها طبعا على الونز قبل شوي فما فيش داعي نعيدها. هون بتضربهم بصير تضربهم، هون لما بدك انت تخفزهم انصاص ثلاث ثلاث ونص. هون في عندي انا النم باي اري، لا تضلكيش تكتبها، بيحكي لك كون لا تضلك تكتبها، امبورت نم باي از ام بي، اعطيها اليس از ان بي، وهون بدل نم باي ام بي من اختصار نمبر، بصير تشتغل نفس الشغل. الآن ممكن تقول له سامي، ماشي
هاي سامي وبتشتغل. لكن الاسم سامي هذا الأليس النيك نيم، يعني أنا لما أجي على واحد اسمه جعفر وأقول له بدي أناديك سامي غيرت تماما، بينما اسمه جعفر وأناديك جوجو بصير مثلا. أما النمباي أجي أناديها سامي ما بصير، بصير أناديها أنبي، يعني الاسم يكون منطقي واختصار هو للاسم الحقيقي أنبي بصير اختصار من نيوميريكال بايثون أنبي. الاختصارات اللي بالإنجليزي دائما إلها معنى، يعني حتى لما بدك تروح تسجل بالإيميل بقول لك إلك نيك نيم، يعني أنت اسمك رعد محمد يعني آر أم، حتى لما تعمل إيميل باسمك واسم عائلتك بيجي بختصر الاسم الأول واسم العائلة لحاله، بأخذ الحرف الأول من كل كلمة وبجمعهم إلى اختصار. RNA DNA هي من اختصار من مثلا رايبو نيوكليك أسيد، الحامض الأميني هذا الرايبوسومي، DNA مثلا، وهكذا البروتين، بروتين مش عارف يختصر لإيش، واحد يقول لنا يختصر لإيش بروتين، أنا بعرف الRNA والDNA. فإذا الأليس هون مستخدمه، خلينا نشوف السلايد هذا وننهي به، هذا ليش معنا وقت. فهنا مستخدم الأنبي، أنبي دوت أري 1 2 3 حولها لأري، Y تساوي X، استخدم Y print X is Y، هل هي X والY نفس القيمة؟ نعم بحكي لك ترو. فهنا رجع لحركات السي اس 111 الآن، print ID للX وprint ID للY بلاحظ أنهم نفسهم، بدلك على أنه الأري انحجزت بالميموري بالأرقام هاي 1 2 3 وهي موجودة بنفس المكان، واثنين بيدلوا على نفس الاي دي. الان لو رحت غيرت الاكس 0، مين هو الاكس 0؟ قبل شوي في طالبه سالتني يعني شو الواحد وشو اثنين، الاكس 0 بما انها مصفوف واحد هاي الاكس 0 اللي هي واحد، شو غيرها؟ غيرها ل 9. طيب هو غير وين؟ غير بالاكس، غير الارقام اللي بالاكس ما غيرش الارقام الواي، راح طبعا الواي لقاها 9. بدلك على انه الواي والاكس قاعدين بأشروا بسهم واحد على نفس الأري، هاي الأري هون بالميموري اللي بيها 1 2 3 4 وقاعد بأشر على هذا الإكس وبنفس الوقت بأشر على هذا الواي. فأنا رحت غيرت الإكس هون رحت تغيرت الواي. طبعا هاي مشكلة إنه أنت لما تأخذ نسخة من الأري انت ما بتاخذش نسخه بالواقع، هو الكمبيوتر بيأشر الاكس بتأشر عليها والواي بتأشر عليها، فاذا غيرت الواي تتغير الاكس، مربوطات بخيط مع بعضهم. طيب اكس 0 يساوي 1، زد تساوي اكس من الى هون، هل الاكس والزد متساويات؟ لا، لاحظ هذا الامر مع هذا الامر، هون أنا رحت نسخت نسخة ثانية بموقع ثاني لزد مشان ما تظهرش معي المشكلة اللي قبل شوي. فبالتالي لو غيرت أنا الزيرو لتسعة أو ثمانية ورحت طبعت زد بلاحظ أنها كمان تغير، يعني حتى لو نسختها نسخة ثانية تغير لسه المشكلة قائمة. طب كيف بدي أحلها أنا؟ هون بقول لك بتحلها بإكس كوبي. إكس كوبي، طيب شو الإكس كوبي بتسوي؟ لو أنا رحت غيرت 9 رح ألاقي الواي بعدها 1 ما صارتش 9. فإذا المشكلتين موجودات، لو أنا رحت نسخت الأري بأري ولو رحت نسخت الأري بأري من خلال الاندكس ترى هاي نفسها، ما هي هاي نفسها بتغير القيمة بالمصفوفتين، فمشان أنا ما أغير القيمة بالمصفوفة الثانية بعمل إكس كوبي. هو بده فهمنا الإكس كوبي لإيش يستخدم، فالإكس كوبي أقوى واحد فيهم، أقوى من إنك من عملية الإسناد والمساواة. لهون